السلام عليكم، كي دايرين اخوتي؟ كي دوزتوا هاد الايام في رمضان؟ دوزوا على خير وبخير والصحه وطول العمر كل ما كتمنوا ان شاء الله. اليوم غادي ندير معكم طويجين بالدجاج والبصله والزبيب والعطريه، واحد شويه راس المعلقه القرفه، الملحه، الزعفران ديال داما، الخرقوم، واحد راس المعلقه ديال السمن، الابزار، واحد طريف ديال داما ديال الدجاج، صبر مدقوق، سكنجبير، واحد ثلاثة الرويصات ديال التومة المليحة. هذه العطرية. هذا الزبيب هو رطبت وغسلته وخليته هنا يرطب. هنايا عندي الدجاج، حيت الدجاج كيطلق الماء، درت له على الزويته واحد البصيلة وخليته يتشحر، وانا عرجع معكم باش ندير العطرية. هما الحيمه متشحره، دابا غندير معكم العطريه. ها هي السمينه، ها هي داما، هذه العطريه كامله راه قلت عليك. هذا الفطور ديالي انا، كنفطر بالطويجنات، انا ما كنديرش الحريره. ها هي السمينه، دابا العطريه، ها هي شتي الدجاج؟ قلت لكم الدجاج كيطلق الماء، خصو يتشحر مزيان ويتبدل له اللون ديالو، وديك الساعه عاد ديري العطريه باش كتجي اللذه زوين. نزيد واحد القطيره الماء فوق هاد العطريه، وديك الساعه نرجع معاكم باش ندير البصله والزبيب. ها هو دابا خليه تدخل في ديك العطريه مزيان وتشحر وتغمر، وتدخل فيه البنه ديال العطريه، وديك الساعه نرجع ندير البصله والزبيب ان شاء الله يا ربي الا كتبوا لنا. ها هي العطريه دخلات في الدجاج، والدجاج شويه دخلات والعطريه وعطى اللون ديالو. دابا حنا غنديروا البصيله. ها هي بسم الله، ويجين خفيف في الفطور ولا خليه للعشاء ولا اللي يعجبكم. انا كيعجبني نفطر بالطويجنات، ما عنديش مع الحريره. والصحة والراحة، وجربوا هالطويجين وهيعجبكم خفيف. اللي بغا ديرو بالبرقوق ديرو، اللي بغا ديرو بالمشماش، اي حاجة حلوة ديريها. انا كيعجبني بهذا الزبيب البلدي. ها هو انا بالزقاح، هذا راه ماشي داك الرومي، هذا راه البلدي. هذا هو الطويجين ديالي باش غنفطر ان شاء الله. دابا ندير واحد شويه ديال السكر، غير شويه ماشي بزاف، باش تجي ديك تجي ما بين الحلاوه و شي باش يجي. ندير واحد شويه تاع القرفه هاهي من الفوق، ايوا هذا هو الطويجين ديالي ان شاء الله باش غنفطر. وبالصحة والراحة، وجربوه وغيعجبكم وخفيف. تنوعو، ماشي كل نهار الحريرة. ما الحريرة بزاف، تاني الانسان غادي كيكبر في العمر الحريرة شوية مرة طويجين، مرة الحريرة، مرة كل حاجة. كل نهار وكيفاش قسموا لنا ربي كيفاش نعيشوا. وبالصحة والراحة وبصحتكم، من عيطيب انا نقدموا لكم اخواتاتي. ها هو الطويجين ديالنا، وجد بالزبيب والبصلة خفيف، جوج ناس ثلاثة. ديروا لنا اللايك وديروا لنا المتابعة. شكرا على اخوتي اللي كيعاونوني وكيدخلوا عندي وكيكتبوا لي، انا كنشكركم بزاف. وبشر مبروكه، الله يكمل هاد الايام بالخير وبالصحه وطول العمر، والحمد لله والشكر لله.